هل نقدر نتخيل مدرسة هالأيام بدون آيباد أو كمبيوتر أو أي شيء له علاقة بالتكنولوجيا؟ المدارس قبل كانت بسيطة، تستخدم صبورة وطبشورة وقلم رصاص، ولكن العالم اتطور وهاي الوسائل أصبحت قديمة وعفى عليها الزمن. بس لو أقولكم قصة مدرستين وولدورف أوف ذا بنينسولا وبرايت وورك صدق بتستغربون. بعدهم ليومك هذا يستخدمون هاي الوسائل القديمة. التدريس يتم بالطريقة التقليدية، الصبورة والطبشورة، وبعضهم في بيوت في الحديقة بعيدة عن أي شيء له علاقة بالتكنولوجيا. هدفهم أن يبعدون التشتيت عن التلاميذ عشان ينمون فيهم مهارات التخيل والتعاون والاحترام، وفي نفس الوقت يخلونهم يبنون أشياء مختلفة، وهذا أيضا ينمي فيهم مهارات الإبداع. الغريب في الموضوع أن هاي المدرستين موجودات في أكثر المناطق التكنولوجية تطورا. منطقة السيليكون فالي شمال كاليفورنيا اللي تعتبر مقر الشركات العملاقة أمثال جوجل وفيسبوك وأبل، واللي تطلع سنويا مئات الشركات التكنولوجية الجديدة وبيئة عمل ساعدت على انتشار الابتكارات اللي غيرت العالم، الكمبيوتر الشخصي، هواتف الآيفون الذكية، الانترنت. نعم سكان هاي المنطقة يعرفون قيمة التكنولوجيا، ولكن لما الموضوع يتعلق بعيالهم يعرفون أيضا أن التكنولوجيا مجرد وسيلة ومو بشرط أساسي في التعليم. وبتستغربون أيضا لو أخبركم أن عباقرة التكنولوجيا اللي ابتكاراتهم غيرت حياتنا يفكرون بنفس الطريق. بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت واللي بسببه الكمبيوتر انتشر في كل بيت ما عطى عياله هواتف لين ما وصله سن 14. الراحل ستيف جوبز مؤسس أبل منع عياله من استخدام الآيباد اللي هو نفسه ابتكره ونشره في العالم، وقال حق صحفي احنا نقلل من استخدام التكنولوجيا في البيت. الرئيس التنفيذي لسناب شات حدد لعياله ساعة ونص فقط في الأسبوع لاستخدام أي شيء يتعلق بالتكنولوجيا. هل باب النجار مخلوع؟ لا طبعا. هاي المدارس وهاي الشخصيات قللت من استخدام التكنولوجيا للناس اللي تهمهم. هم يعرفون أن التعليم أكبر من آيباد وكمبيوتر. هم يعرفون أن التعليم اللي يخلي عيالهم ينجحون في المستقبل يتطلب تطوير جميع نواحي حياتهم، وهذا يخليهم يحددون الجرعة المناسبة لكل جانب من جوانب حياتهم. الجرعة المناسبة من الدراسة، الجرعة المناسبة من اللعب، الجرعة المناسبة من العلاقات الاجتماعية، الجرعة المناسبة من استخدام التكنولوجيا، والأهم الجرعة المناسبة من الاهتمامات. هوايات تنميها فيهم مثل موسيقى ورياضة ورسم. الاهتمامات تبني الثقة بالنفس وتعطيه التفرد في الشخصية وتخليه يتعلم باستمرار، وهذا يخليه ما يطيح في فخ إدمان الأجهزة لأنك باختصار قضيت على وقت الفراغ. نرجع للمدارس، هل إحنا مع أو ضد استخدام الآيباد أو الكمبيوتر في عملية التعليم؟ أصلاً هذا السؤال أصبح ما له معنى، لأن التكنولوجيا يوم عن يوم قاعدة تنتشر في كل جانب من جوانب حياتنا. إحنا ما ننكر فضل التكنولوجيا كعامل مساعد في التعليم، يسهل علينا عملية البحث عن أي معلومة، يساعدنا على مراجعة بعض الدروس عن طريق التطبيقات الإلكترونية. أصلاً بدون آيباد وكمبيوتر ما كنا نقدر نتعلم عن بعد في زمن الكورونا، ولكن لازم نعرف أن هدف التعليم مو فقط التركيز على استخدام الأجهزة الإلكترونية. المدارس لازم تبني بيئة يتفاعل فيها الطلبة مع بعض وجهاً لوجه، وهذا اللي يخليهم يتعلمون التعاون والمشاركة والتعامل مع اختلاف الرأي اللي هي مهارات نحتاجها في أي زمان وبغض النظر عن مدى التطور التكنولوجي. والمدارس أيضا لازم تبني فيهم حب التساؤل وإيجاد الحلول المختلفة اللي هي مهارات ضرورية جدا للابتكار. باختصار هذا هو التعليم، والمدارس اللي تنمي هاي المهارات هي اللي لازم نثق فيها ونسلمها مستقبلنا ومستقبل عيالنا، بغض النظر عن استخدام الآيباد أو حتى كمبيوترات الماك الراقية. في النهاية كل واحد منا لازم يتعمق في مواضيع خاصة بالتعليم مهما كانت طبيعة تخصصه. التعليم الجيد يبني الفرد والأسرة والمجتمع والدولة ككل. أتمنى أشوف آراءكم في التعليقات. شكرا لكم وإلى اللقاء.